والجدعان المرة دي كيس جديد سهل الفتح الأول مرة في مصر. الملكة أجدع أكلة الأجدع ست. النهاردة عمل لكم بط لطيف جدا جدا لايت، جربوه معنا. يعني إيه بط لايت؟ بط زي ما أنتوا شايفين أهو، نفسي تتفرجوا عليها، اللي عملها اللي عناها من جلدها، وهو أكتر حاجة بيبقى فيها الفات دايما الجلد وما تحت الجلد، الشغط والحاجات دي، فده خلاص شلناه. عندنا بصل، أول حاجة أنا عايزة بصل كتير. في البصلتين اللي شايفينهم صحاح دول هيبقوا للشوربه اللي هنسلق فيها الفرخه، مع فلفل اسود حب، مع حبهان ومستكة، ورق لوري، عارفين الستار انيس، الانس ده اللي احنا بنجيبه، نجمه الانيس، قرفه، كل البهارات اللي عندكم حطوها. انا عايزه الشوربه نفسها يبقى فيها كل الروايح دي وبس. وعايزه بصل كتير بقى، عايزه مثلا لو بطايه 2 كيلو عايزه قدامها 2 كيلو بصل، ماشي؟ بصل كتير. هي تعتمد المرتة، انا مش هضربها، انا هعملها جوليان بالطريقة دي عشان طعمها بعد كده هيبقى حلو قوي. وخليكم معايا بقى الدنيا هتمشي ازاي. اول حاجة هنعمل كده اهو، عندنا بتاعة مغلية نحط فيها البصلتين اهو، نحط فيهم شوية فلفل اسود حب، هنحط شوية حبهان. يا جماعه الاكله دي رائعه وخفيفه. لو عايزين نعرف كم الفات او كم الدهون اللي في الاكله دي، فلو احنا كنا عملنا البط زي ما هو بير سيرفنج، يعني بان احنا ندي سيرفنج لحد واحد، يعني 200 جرام تقريبا اللي هو صدر وكده، بس احنا مش هنعملها صدر، هتفهموا بعدين ايه اللي هيحصل. هتبقى 55.2 content of fat، يعني فيها 55.2 دهون. لما نشيل الجلد بتبقى 26% بس دهون. خلاص بنعمل الشوربه زي ما بنعمل الفراخ، زي ما قلت لكم لو حطينا شويه قرفه بتاع هتبقى حلوه جدا جدا. نجيب البطايه بعد ما عملناها بالطريقه دي، ومش لازم تبقى بقى بحالها لان احنا بعد كده هنفصصها. ناخدها كده هلابيله، البطايه يا حرام اللي قلع هدومها خالص دي، وننزلها كده ونسيبها تستوي على اقل من مهلها. عايزاها تستوي زي ما بنسلق البط، بياخد وقته لغايه لما يستوي خالص. وبعدين ايه بقى اللي بيحصل؟ هقول لكم بعدين ايه اللي بيحصل. ناخدها هيلا بيلا كده اهو، احنا بس عشان كنت اوديكم ازاي الواحد بيسلق البط. بعد ما طلعت البطايه كل اللي عملته ان انا جبتها وفصصتها، شلت منها العظم كله، وهي بتبقى مستويه قوي فبتبقى بالمنظر ده، وشلت الشوربه بتاعتها دي، اهم حاجه شوربه البط هي اللي هتعمل لنا الشغل كله. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل دلوقتي ان احنا نيجي كده هنا ونحط هنا الحله بتاعتنا الثانيه نقطه زيت، لان مش احنا بقى هنشيل الفت فهنحط زيت كتير، نقطه زيت هحط نقطه زيت اهي. دي بالظبط معلقه، معلقه يعني 45 كالوري على طول كده اهو من غير ما نتكلم. بعد ما نعمل كده هننزل بالبصل، هنفضل بقى نعمل في البصل لما يا حرام يتبهدل خالص، نقعد نقلب 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 لغايه لما يتكرمل. لسرعه الكرمله بنحط شويه سكر، ماشي؟ مهم جدا. ومعاها برضو هحط مستكه، هحط حبهان، هحط شوية فلفل اسود برضو. خليني بس ايه اقلب. هي زي المرثة العادية يا جماعة اللي احنا بنعملها، بس كل ما هنزود السبايسز فيها كل ما ريحة الزفرة. طبعا انتوا عارفين ان الحب الفلفل الاسود بيشيل ريحة الزفرة خالص من اي حاجة، والقرفة برضو بتشيل ريحة الزفرة، الكمون، كل الحاجات دي. بس انا ايه ما استعملتش كمون فيه دي. هنقلب قلب 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 قلب، وبرضو علشان ما نضيعش وقتكم انا كنت مجهزه شويه اوريدي معمولين، فهشيل ده واقلب ده واوريكم ده هيتعمل ازاي. ده البصل بعد ما نسيبه يتكرمل خالص، شايفين اهو، بكل بقى السبايسز اللي احنا حاطينها، وهزود لها كمان شويه سبايسز دلوقتي اللي هي ايه عندي، ما بعرفش دي قرفه، نقلب
ده الانيس اللي بقول لكم عليه، بيدي لها ريحه تجنن ينسون يعني. هحط برضو فلفل اسود حب، انا كنت حطيته هناك، وده بهارات. يا جماعه انتوا مش متخيلين الاكله دي حلوه قد ايه. هحط برضو هنا مستكه والحبهان. فدي المرته بتاعتنا. وبعدين هنعمل ايه يا اماني بعد كل الحاجات الحلوه دي، بعد ما يوصل للمرحله دي؟ عندنا دلوقتي الاكله متقسمه لحاجتين، البط اللي احنا مفصصينه وسلقينه بدون جلد، وعندنا البصل اللي احنا قعدنا نقلب فيه بكل البهارات دي لغايه ما يوصل للون الجميل ده. ايه اللي هيحصل بقى بعد كده، والشوربه ايه دخلها، وانتي ناويه تعملي ايه بعد كده فينا يا اماني؟ هقول لكم حالا. هنجيب طاجن اللي احنا هنقدم فيه. اللي هعمله ان انا هجيب شويه من البصل الحلو ده، احطه هنا كده، مش قادر اقول لكم ريحته وطعمه. طبعا يا جماعه لما نيجي نعمل البصل اهم حاجه لازم نعملها ونفتكرها ان احنا لازم 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 نحط ملح واحنا بنعمله، عشان ريحته ما تقلبش حاجه ما بنحبهاش. والبط اللي احنا مقطعينه ده احطه كده. الله الله الله. ونجيب بقية البصل بتاعنا على الوش كده. يا سلام، الريحة اوريدي رائعة. اهو الريحة تجنن. وانا بعمل الاكلة في الاول ما حطيتش خالص ملح في الشوربة، علشان وانا بعمل البطة، لان انتوا عارفين لما الواحد بيحط الملح للحوم في الاول بيقلل من السوى بتاعها يعني المدة. اللي عندنا هنا بقى نعيد تاني، عندنا البط المسلوق اللي احنا عملناه المفصصينه، البصل اللي احنا مكرملينه بكل السبايسز بتاعتنا وشوية ملح، ودلوقتي يجي بقى دور الشوربة بتاعت البط اللي احنا كنا سلقينه بيها. اوكي اهو، وهمليها كده تاني زي ما انتوا شايفين. بس هميك شور ان الحاجات كلها كده داخله في بعض، شايفين صوصي ازاي. ونقوم واخدين الطاجن بتاعنا هيلا بيلا كده اهو. فلفل اسود بقى كتير، لو عايزين تحطوا حطوا. ناخد الطاجن بتاعنا شويه شويه، نقوم هندخله الفرن بالطريقه دي، ونسيبها لمده ساعه، ساعه ونص، ساعتين، لغايه لما الصوص تلاقوه تقل، الشوربه دي دخلت سوت الحمام مره تانية، تحسوا ان انتوا في الاخر بتاكلوا زبده، مش عارفين انتوا بتاكلوا ايه، حاجه حلوه كده مسكره من كتر البصل اللي احنا مكرمينه والبط اللي يهبل، حاجه غير طبيعيه. زي ما اتفقنا 55 فات، وبعد ال 55 بقينا كام؟ 26، 55.2، فحاجه حلوه جدا، هناكل بط لايت. والجدعان المره دي كيس جديد سهل الفتح لاول مره في مصر. الملكه اجدع اكله لاجدع ست.